السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اي بي ايفو، ده عبارة عن جهاز سريع جدا في تحويل الكتب لحاجة على الكمبيوتر، بيستخدم تقنية اسمها الـ OCR، بحيث ان تتمسح لو في اي كتابة يقدر ان هو يقراها بشكل قوي، وممكن تديله مثلا ملفات كتيرة وهو يقراها في نفس الوقت، زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. مثلا تديله كمية كروت كتيرة يقدر ان هو يقراها، تديله جهاز يقدر ان هو يقراه، يعني جهاز زي ده كده مثلا، مجرد ان هو يصوره ويبدأ ان هو يحوله لك ليه مخططات. وتقدر تديله كتب يقدر يحولها على طول، هي الدقة بتاعته أعلى من التطبيقات التانية اللي موجودة على الموبايل، فده للاستخدام المتخصص. يعني مشروع مثلا تحويل الكتب الورقية لديجيتال هتبقى مفيدة بالنسبة لهم.